لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أو تلا الدرجة بنادم قلبه قصاح، تلا هاد الدرجة ما بقاش الإنسانية، وخا يكون بنادم صهيوني ما فيش دم ديال الإسلام، وخا يكون بنادم قلبه قاصح حجرة، تكون عندك حجرة بلاصة القلب وما تديروش هاد الشهود، فضيحة كاملة وهاد الحالة على الأدسنس. وخا يكون بنادم ما عنده ما ياكل، وخا يكون بنادم والو ما هو عنده ما ياكل والو، والعلم ان عندكم الحمد لله وكتدخلوا في الصحيحه، وما ديروش هاد الفضيحه وهاد الشوهه اللي درتو شوهتونا قدام العالم. العالم كيتفرج فينا الفيديو وطالع، شوفوا المغاربه كيفاش كيتاجروا بالميت، شوفوا المغاربه كيفاش الاسر المغربيه كيفاش كيتاجروا بواحد جنازه. لا حول ولا قوه الا بالله. انا بعدا تشوكيت، نكذب عليكم والله خوتي لا تشوكيت، كان كيحسب لي كتجي واحد غيجي واحد النهار ربي غادي ينزل بزوت الرحمه ما بين البنت والام ديالها وغادي نجمعوا ان شاء الله. ولكن ملي شفت البنت كيفاش كتصور بهذه الطريقه، جده اللي ما داير ليها والو، هذا جدها راه كان عزيز عليها، قالت لك با سيدي وكذا كذا، ما داير ليها والو كتتاجر بيه، وحس بالله عاد غتحني على الام ديالها اللي بيناتهم مشاكل المحكمه وبزاف الحوايج. هنا ستوب. السلام عليكم بعد المشاهدين الاعزاء، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي اتم الصحه والعافيه، لا نتوما لا الناس العزاز عليكم. كنتمنى المهمات ديالي خوتي وخواتاتي ما تنساونيش اللايكات ديالكم، ودوروا لي التعاليق والبارطاج الى جات على خاطركم. سمحوا لي اخوتي الا انفعلت في هذا الفيديو، راه فريمون هذا الشيء عصبني بزاف والله القسم الا عصبني، لان هذا الشيء كيوسخ الصوره ديال بلادنا والصوره ديال الاسر المغربيه، لان هاد الناس متبع لهم بزاف ديال الناس من الدول العربيه، واغلبيه الناس معايا في هذه القضيه، لا واخا متبعين ديال يسرى. ماشي من حقك تصوري واحد الجنازه وتاجري بها. البارح زعما هضرنا البارح وقلنا حشومه انك تحطي ديك الصوره، نهضت اليوم حطت فيديو ديال جدها الجنازه ديالو هكاك مغطينو الله يرحمو يا ربي في هاد النهار. انت راه ما كرهتيش واقيلا، شوفي ديري معاه كاميرا في القبر، خشي كاميرا في القبر وبقاي تصوري لي من الكواليس شنو كيوقع تما، بقاي تصوري الاحداث ولا مصوري كيتغسل، هادشي اللي بقى لك، ما بقاش الحرمه ديال الميت، ما بقيتوش كتحترموا الحرمه ديال الميت. عباد الله، الميت راه عنده حرمه حشومه وعيب وعار، راه انسان كيكون داير كسيده والناس كيوقفوا حداه وكيصوروش، ما كيصوروش ماشي كيجيهم والو، كتكون داير في الطريق كتلقى واحد الحادثه تسير بنادم هالي بنادم مقطوع عليه يدو هالي هادي، ما كتقدرش تصور في التليفون وتصوره، هذا ما كتعرفو ما كيعرفك، حس بالله جدك عباد الله، كتكون الناس كتبكي وكل واحد ملهي في دمو. لا هي ما مسال هي تهز الكاميرا وتمونطي الفيديو الله يخليكم، ودير هاد اللقطه بوحدها وتبدا لكم اللقطه المؤثره والوعريه ملي كتحط الجنازه. انا سالت معايا، انا سالو معايا خوتي، هاد العائله سالو معايا فغيمو، كنت بدلت الراي ديالي فيهم وقلت ما غاديش نسب، غادي ننتقد باحترام بدون حتى شي حاجه، ما نبقاش نقول لا السريعه لا والو، غنسميهم بسمياتهم. ولكن هاد الفيديو اللي كدير يوصى مؤخرا راه بزاف، راه سطاج الوحش، هادي راه ما كاينش في قلب الرحمه والشفقه، من الاخر قلبك من الحجر شي، انت بنادم يموت قدامك وما تعقليش عليه، بنادم يموت قدامك وما تعقليش عليه، هذا جدك عباد الله، جدك ماشي واحد براني، وكتقول لي با سيدي قفي با سيدي، لا حول ولا قوة بالله، لا باين عليك الحزن، الحزن باين على وجهك مزيان أنه بقفك، أنا كيبان ليا وقيلا نتوما كنتو باغيين عا تتهناو منه، باغيين عا يموت باش تصوروا يطلعوا عليه البوز، ما صدقتش لكم البوز في الحفلة، كنتو باغيين ديروا واحد الحفلة ديروا بها البوز ديال راس العام والاحتفال داك الشيء، أرجت هاد الجنازة نستغلوها بالفيديوهات، المهم الأدسنس داخل، ما صدقتش هادي، ما لقيتي أنت تموت على اليوم، أجي نطلعوا لك الأدسنس، هادي هي الفكرة ديالهم، أنت باك خرج عليك بالتربيه ديال ديال حب المال، باك ما علمكش الانسانيه وما علمكش اخلاق والدين ديالنا شنو كيقول، علمك غير الفلوس المال بنتي، وراك قلتيها في واحد الفيديو قلتي انا ما كيهمنيش الشرف كيهموني الفلوس، الشرف ما عندي ما ندير به، هذيك الكلمه كنتي قلتيها ودوزناها قلنا واقيلا غزاله لسان، ولكن اليوم كتزيدي تاكدي للمتابعين على ان قلبك قاصح قلبك من الحجر. نقولوا مرات الاب ما كيجيها والو شي خراب شويه، نقولوا هذيك الله جات عامين حكا راه ما كتعرفوش مزيان، وهذه واخا الانسان غير كتشوفو غير مره وكيبقى فك، ملي كتسمعو مات ولا كيبقى فك وكتحزن عليه، غير مره كتشوفو غير لقاء كيكون بينك وبينه وكيبقى فك، حسب لك واحد الانسان اللي كتشوفو مرارا وتكرارا وعامين وانت معاه، نقولوا هذيك كتبقى مرات الاب، وانتي لجدك عباد الله وجلستي معاه واحد المده ملي كنوقع الخلاف ديالك انت والام ديالك، وعلم الله بزاف ذكريات مع الجد ديالك، وتصوريه يا عباد الله راه قلت لك راه بقى لكم غير تصوروا الميت كيفاش كيتغسل، راه غير ما لقيتوش كديروا، وعلم الله كراكم مصورين وغتحطوها من بعد الله اعلم، غير ما لقيتوش كيفاش ديروا تصوروا كيفاش الميت كيتغسل، وما ما كرهتوش ديروا كاميرا معاه في القبر وتصوروا داك السيد كيفاش كي تصوروا عذاب القبر، استغفر الله العلي العظيم على هذه الكلمه.
لانكم مشيتوا بعيد. بعمري انا عمرني ما شفت شي عائلات كيصوروا بحال هكا. كنشوف شي وحدين كيكونوا براني ماشي كيصوروا هاد الامبيلونس غاده، ولكن ماشي لهاد الدرجه عباد الله. نمشي انا حدا القبر نبقى نصور، نمشي انا جالس فوق القبور محترم حتى القبور جالس فوق، عباد الله لا حول ولا قوه الا بالله. حشومه راه حشومه لعيبه، هادشي راكم وسختوا الاسر المغربيه بزاف. راه الناس معاكم في التعاليق، الناس معاكم في التعاليق متتبعين ديالكم، وخاص اصحاب القنوات اللي معاكم يقولوا كلمه الحق. اللي كنعرفوا انا حقاني حقاني وفيه الدم ديال الاسلام غيقول كلمه الحق. حشومه الحرمه ديال الميت، قولوا كلمه الحق. راه كاين غير ربي والموت، راه كاين غير ربي والموت. ماشي غنخاف انا من الموت متتبعين ولا غنخاف من هذه، نقول كلمه الحق. انا كنت سعاد في هذا الشيء غادي نخرج غنشر شمه ما نعقلش عليها. كنت سعاد صورت الجنازه اقسم بالله العظيم الا نشر شمه ما نعقلش عليها. او انا حاول على الاقل الانسان يصبر 3 ايام، صوري فيديوهات ديالك انت كتبكي شغلك هذاك، سيري فيديوهات ما شغلناش فيك، ولكن لا الجنازه ما كتصورش. حط هذه التصويره ديال جدك ميت في الزنقه، قلنا ماشي مشكل حق غلط تكون غلطات، ولكن باش توثق اليوم تزيد تحطي فيديو اليوم وديري في المقدمه حتى في الفيديو وطلعوا اليوم. هاد الناس كيعرفوا كيعرفوا على الفلوس، هاد الناس راه قلبهم قصاح اخوتي، هاد الناس راه يديروا المستحيل الا قبل الفلوس. هادي راه يموت باها شي لمات بكريشه غتصوروا ليكم، وعقلوا على كلامي. هاي هنا وباقي الايام بيناتنا، نقدر نكون انا باقي ولا مت الله يرحمني، وعقلوا على هذا الكلام اللي قلت لكم. الا توفى شي واحد، الا توفات الام ديالها ولا بكريشه، غتوقعوا الفيديوهات بحال ما هكا غيتصوروا ليكم، والجنازه بحال هكا غيتهاجروا بهم، لانهم هاد الناس عماهم الادسنس. الله ينعلبوا هاد الادسنس. يا ربي يا ربي حيوا الخلاص من اليوتيوب، يا ربي تسد هاد اليوتيوب وتهناو من هاد الشهري ولا بزاف. وكنتمنى كنتمنى من اداره اليوتيوب، كنتمنى ان اي واحد صور جنازه يطيروا لي الفيديوهات، يتحيدوا لي الفيديوهات. كنتمنى كنتمنى يخرج شي قانون سيرتو في الدول العربيه بحال هكا اللي وكتلقى واحد صهيوني عباد الله ما كيقدروش يتصوروا. القور القور حنا بدل ما كنقولوا العرب الدين ديالنا كيوصينا على الوالدين ديالنا وفينا الانسانيه، وحنا معروف المغاربه حنان بزاف ودغيا كنتاثروا. راه كنتو غتجيبوا التعاطف ديال الناس اللي مع السعاد، كنتو غتجيبوهم كل ما صورتوش الفيديوهات، ولكن ملي زدتو دابا زدتو حقدتو عليكم الناس، فغيمون زدتو حقدتو عليكم الناس. انا اقسم بالله العظيم اخوتي غنقول لكم، انا ملي توفات الام ديالي قلت واقيلا انا ظلمت هاد الناس، قلت حشومه ما نبقاش نقول لها لا سريعه لا العاقه، هاد المصطلحات ما خاصنيش نقولهم ماشي من حقي. ولكن راه نتوما كتزيدو تكفروا بنادم، ما كتخليوش بنادم يتراجع، ما كتخليوش بنادم يقول لا حشومه نرخفو، كتقول نتوما باغي الناس يعايروكم، باغي الناس يسبوكم، باغي القنوات يهضروا عليكم باش طلعوا الادسنس. راه قالها باك واحد المره قال لك لعبه الادسنس، كيقولوا وكيعاودها، واخذ الادسنس كلعبه، ما خدمش بواحد الجديه، ما كتقدموش واحد الافاده للناس. واش هذه الصوره، هذه الصوره الزوينه اللي كتعطيو على الاسر المغربيه اللي كتطلعوا كتقولوا حنا كنشرفوا الاسر المغربيه؟ حاشا لله باش تكونوا نتوما من الاسر المغربيه، حاشا لله باش يكون فيكم الدم ديال الاسلام كيجري في عروقكم. او شويه بنادم يتقى الله، شويه بنادم يتقى الله. هاد الفيديو واخا يقولوا غيجيب لك مليار، واخا غيغنيوك، واخا يقول لك ما تكون عندك ما تاكلي، ما ديريش هاد الفضيحه في راسك وجدك احترمي. غاد عذبتو والله الا عذبتو هاد السيد صراحه، حتى الجثه ديالو كتعذبوا فيها، واخا الروح ديالو عند الله سبحانه وتعالى الله يرحمه. او ما كنتو كتصوروا معاه مسكين ملي كان باقي في الحياه، حنا مشينا تقدينا لجدي اولا حنا دينا لجدي الطبيب اولا لا، ديك الساعه ما كانش غيطلع الادسنس. دابا ملي توفى اجي نستغلوك، حي تقبت لينا البوز اللي كنا غنديرو على الحفله، غنطلعو لك بوز واحد اخر، غنطلعو لك بوز واحد اخر، وخاصة ندخلو الفلوس عاوتاني، وخا انت ميت غنتاجرو بك. وانت داك النهار ملي تشد الاب ديالك في السجن وخرجت ديري فيديوهات، انا ما فهمتش هاد القضية والله ما فهمت هاد القضية. عندكم شي حوايج كديرهم نتوما خايف تعرف ولا ما عرفتش كي كديرهم، ما فهمتش انا. واحد السيدة اللي الزوج ديالها في السجن وقالت لك باغا دير عيد الزواج، فهمت سطة فهمت حماق. الزوج ديالها في السجن غنوض انا نحتفل بعيد عيد الزواج ديالي مع راجلي، ايوا ما فهمتش انا القضيه ديال الاحتفال ديال عيد الزواج بلا زوج، ما فهمتش. هو راه مسدود عليه الله يطلق سراحه، ولكن خاصنا نديرو حنا نحتفلوا ماشي مشكل، نديرو الماكياج ونركبوا الشعر عادي بحال حتى حاجه ما كاينه. ولا كنقول لكم واحد القضيه خوتي، حنا والله الا غاديين في الهويه هاد الناس، غاديين في الهويه وغيخرجوا على اجيال. دابا انتوما راه مؤثرين، راه خاصكم تقدموا واحد الصوره مزيانه، راكم مؤثر. تعرف شنو هي كلمه مؤثره؟ راك كتاثر في اجيال متبعينك، وبزاف ديال الناس كيقلدوك وغيديروا بحالك. انا وحدين اخرين ملي غيشوفوا
ان الفيديو طلعوا لكم في الجنازه غيمشيو وما غيزيدوا سطاج الوحش كتزيدوا كتزعموا الناس وكتشجعوا الناس انهم يديروا. كنتمنوا نداء للسلطات، كنتمنى السلطات ان تدخل على الخط ان اي واحد صور جنازه يكون في حقه واحد العقوبات باش ما يبقاش عندنا هادشي في بلادنا، خاصنا نحترموا الحرمه ديال الميت. كنتمنى هاد الفيديوهات يوصلوا للسلطات ونداء للسلطات لان هادشي بزاف. سمحوا لي اخوتي العزيز الله يرحم لكم الوالدين، كلمه الحق نبغي كلشي يقول عندي في التعاليق. هادشي راه بزاف، هادشي ماشي باخلاقنا ماشي في الدين ديالنا. والغريب في الامر شي وحدين كتجيهم عادي، انا هادشي اللي كنتصدم ليه كنشوف التعاليق ديالهم، شي وحدين كتجيهم عادي ان هادشي يتصور. ما فهمتش كيقول لا عادي، اولا عادي اولا عادي، حيت ما مجربينش نتوما الكيه ديال الموت. انا اللي غتجربوا الكيه ديال الموت غتقولوا ماشي عادي، حيت ما ميتنش ليكم والديكم ولا ميت شي واحد قريب ليكم، ما حاسنش بهم، او بالاحرى ما غتحسوش بديك الكيه اللي كيحس بها الانسان اللي فيه الدين ديال الاسلام واللي مخلق ومتربي. راه يحس بهذاك الانسان ما نقدرش نصور شي واحد قريب ليا. انا جداتي ماتت وحضرت ليها، عمي الله يرحمه مات، الوالده، بزاف ديال الجنازات من العائله ديالي. وكندير اليوتيوب ديك الساعه عادي، كنغبر واحد الفتره ملي مات جداتي، راه غبرت واحد السيمانه وما قلتهاش كاع في اليوتيوب. حتى الوالده ديالي اللي خرج القنوات ودارت تعزيه وداك الشيء، وراني غبرت 40 يوم وكثر، وباقي انا لحد الان ما رجعتش كما كنت في اليوتيوب. 40 يوم دازت على الوالده وباقي بحال غير البارح. هادشيش انا كنفعل وكنضرب هاد الحرقه لانني مجرب اخوتي. البشر ما فهمتش انا، الانسان قال لي في ملا حول ولا قوه الا بالله. تحياتي لكم اخوتي العزاز، تهلاو في روسكم.